خالد، وحنا تنشاهدوا لقطات ديال المباراة. ملعب الحسيمة ربما غيكون انطلاقا من مباراة اليوم، من يعني الملاعب اللي ربما تشكل خطورة لكاع الأندية الوطنية. بطبيعه الحال، لان حتى الاهداف اللي كنشاهدوها الان فهي اهداف جميله جدا، لان تنشاهدوا اهداف كاننا في بطولات اوروبيه. تنظن بان فريق شباب، لاحظوا الهدف الثاني كيف جاء عن طريق قذفه قويه، هدف جميل جدا. تنظن بان فريق شباب ريف الحسيمي كان كينقصوا الا ارضيه الملعب، لان السنه اللي فاتت ما كانش عنده ارضيه الملعب. الان ملعب جميل، فاللعبه كيتحروا، كيعرف كل لاعب تيعرف شنو تيدير بالكره. تنظن بان الاهداف الثلاثه الان اللي تنشاهدوا فيها اهداف جميله، وتنظن بان المدرب السيد الكراكي فهو غادي في الطريق الصحيح بهذا الفريق هذا، اللي الواقع بانه جميع الفرق الان المغربيه خصها تحتاط من هذا الفريق، لانه المدرب الكراكي جاء على لسان ديالو بانه غيبداو يلعبوا على اللقب، لان ما ننساوش ان المدرب راه الكراكي قال غنلعبوا على اللقب، والا قالها فتنظن بانه راه الاهداف اللي تيسجلوا الانتصارات